والله بصراحة أنا الأول أنا سعيد جدا إن أنا مشارك في دوري الحريف، تمام. منظومة قوية جدا ومسابقة قوية جدا، وأنا بصراحة مش راضي على الأداء بتاع اللعيبة، تمام، لأن الماتش اللي فات أنا خسرت من فريق أشبال مصر، تمام، والماتش ده تعادلنا 1-1، كنت فايز في الشوط الأول 1-0، بس ما حالفناش الحظ والتوفيق وتعادلنا في الشوط الثاني، بس الحمد لله يعني على النتيجة وعلى الأداء، بس أنا مش راضي على أداء اللعيبة، تمام، وإحنا عندنا أحسن. نادي الوداد مشارك في بطولة الدوري الاتحاد المصري لكرة القدم منطقة مطروح، وإن شاء الله ان شاء الله نكسب الماتش الجاي، نكسب جي ار ام ان شاء الله ونصعد، وربنا يكرمنا في القادم ان شاء الله. انا معايا لعيبه كويسه جدا، بس انا مش عارف ايه الحاله النفسيه اللي هم فيها دياتي. الحمد لله ادينا بشكل جيد، لعبنا حلو، الفرقه كانت كويسه، بدني حلو، كانوا بيجروا ما بيتعبوش، ما استغلناش جوان، بس الحمد لله كان ماتش حلو وتعادل مع فرق كويسه مش وحشه وبس. انا شايف المجموعه صعبه، ده اللي انا شايفه بصراحه، لان احنا الماتش الاولاني كان الفرقه كويسه جدا بتاعت الوداد، نادي يعتبر نادي الوداد، الحمد لله كسبناهم 4-1، كان اداء جميل جدا. النهارده امبارح للاسف احنا كان عندنا ماتش ودي على ارض 11، الناس ديت انا يعني انا امل فيهم كبير ان شاء الله ان السنه الجايه في ارض 11 يعني الدوري الجاي بتاع الحريف ياخدوه ان شاء الله، فانا بحاول اعدهم ان هم بياخدوا على ارض 11. فامبارح كان عندهم ماتش على ارض 11، حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نشيل الاجهاد من عليهم، بس للاسف يعني واضح ان في اجهاد النهارده، بس الحمد لله التعادل كويس مش وحش بالنسبه للفرقه، برده الناس اللي قدامنا برده يعني كل المجاميع بتيجي من حتت ارياف، بسم الله ما شاء الله، انت عارف زي ما بقول لك على طول الصحه حلوه، انت فاهمني ازاي، بيبقوا فارقين علينا في المجهود البدني والصحه كويسه، الحمد لله التعادل مش وحش يعني كويس، احنا كده 4 بونت، عايزين بونت تاني نوصل ان شاء الله، وهنلعب على المكسب المره الجايه ان شاء الله عشان نبقى اول يعني. والله هو احنا كنا نازلين نفوز، والكابتن كان محمسنا اكتر ان احنا ننزل نفوز الماتش عشان نصعد وناخد نقط على طول. والله الحمد لله تعليمات الكابتن نفذناها، والحمد لله على ده اللي احنا عملناه، وان شاء الله تعادلنا الماتش ده وخسرنا الماتش اللي فات، وان شاء الله هنكسب الماتش الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن مصطفى محمود، مدير فني فريق اشبال مصر 2003. والله احنا طبعا كنا نتمنى ان احنا الفريق يجي، لان احنا نتمنى ان نجاح البطوله، لكن يعني الحمد لله يعني احنا خدنا 3 بونت، بس احنا كنا كده كده نتمنى ان احنا ايه نقابل يعني عشان حتى نعرف مستوى اولادنا ونشوف الفرق المنافسه ونزاد خبره، لكن الحمد لله هنعمل ايه يعني، والحمد لله على 3 بونت، بس كنا زي ما قلت يعني حتى عشان نجاح البطوله كنا نتمنى ان الفرقه الثانيه ايه تكون موجوده. الماتش اللي فات كنا بنقابل فرقه كويسه جدا، فرقه العميد، وحصلنا على نقطه، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي. الكابتن قال لنا تعليمات وقال لنا العبوا بجد، ما تهزروش وتخلصوا قدام الجول. والله طبعا الحمد لله توفيق ورم التوفيق، طبعا احنا كذا كره ضيعناها، كون فاضي وضيع، الحمد لله توفيق. الحمد لله احنا عدينا اللي علينا ونفذنا اللي الكابتن ادانا التعليمات بره الملعب ولعبنا كويس، بس هو عدم توفيق بس. شكرا. اولا انا اسمي علي احمد علي، لاعب في نجوم اسوان. بالنسبه للماتش النهارده احنا دوسنا على نفسينا التمرين اللي قبل الماتش، وحققنا نتيجه كويسه الحمد لله وكسبنا، وان شاء الله نكمل بنفس النتيجه وبنفس الاداء واحسن ان شاء الله بكل منتشى الجاي ان شاء الله. طبعا ده شغل معمول، بشكر طبعا كابتن عبده وكل الكباتن كلهم كانوا عاملين معانا مجهود كويس جدا، ده الحمد لله احنا بنحاول نقدر على قد ما نقدر ان احنا نبذل المجهود اللي هم بيعملوه معانا ونقدمه في الملعب، والحمد لله 6 بونت. الاول السلام عليكم، الحمد لله طبعا على الفوز، الفرقتين اللي احنا لعبناهم فرق محترمه، والحمد لله كنا بنستعد للكاس، احنا لعبنا الدوري واخدنا 2007 المركز الاول على الاول على الجيزه، والحمد لله برده بنواصل ان احنا ناخد الاول ان شاء الله في الكاس.